فعاليات كتير ومتنوعة في معرض الكتاب القاهرة الدولي للكتاب، واللي كان منها ورشة تعديل السلوك للأطفال، وكانت غنية بالمعلومات حوالين تربية الأطفال والتنشئة الاجتماعية وإزاي يتم حمايتهم من مواقع التواصل الاجتماعي وخطورتها. جناح وزارة الشباب والرياضة نظم في اليوم الخامس ورشة تعديل السلوك للأطفال، واللي حاضر فيها الدكتور نور أسامة استشاري الصحة النفسية لتقديم نصائح حول تربية الأطفال في الوقت الحالي والتنشئة الإيجابية للأطفال وحماية الأطفال من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الإنترنت. جينا النهارده الندوه بتاعه تعديل السلوك تبع الاداره المركزيه لتنميه النشء وزاره الشباب والرياضه. الورشه كانت بتتكلم مستهدفه الاطفال والشباب، ازاي نخلق عندنا دافع اللي احنا نشوف كل التحديات اللي عندنا عباره عن حاجات كويسه ومغامرات عشان ممكن ننجح، ازاي ممكن يبقى عندنا روح الانتماء، ازاي ممكن نعدل السلوكيات الخاطئه، او لو حد عنده مشاكل في الشخصيه ازاي ممكن نعدلها بشكل بسيط، ازاي يكون زي دكتور بسيط كده في البيت، والجزء المختص بأولياء الأمور إزاي ممكن نتعامل مع أولادنا بشكل صحي بشكل إيجابي عشان نطلع أطفال وشباب أسوياء. أنا دايما شايف إن إحنا بنحتاج لغسيل معدتنا لما بنلتهم وجبات فاسدة، برضو إحنا بنحتاج لغسيل عقولنا لما بنلتهم أفكار فاسدة. ففكرة المعرض والأنشطة الموجودة إحنا بنبدأ نبدل الأفكار السلبية بأفكار إيجابية في أنشطة مختلفة، أنواع ذكاءات مختلفة سواء كان صغيرين أو كبار، فدي ممكن تبدأ تنمي المواهب بتاعتهم وتبدأ تعرف تشغل وقت الفراغ بشكل مختلف. جناح وزارة الشباب والرياضة بيقدم فعاليات كبيرة وكتيرة السنة دي، عندنا فعاليات فنون ومسرح وأنشطة توعوية وأنشطة ثقافية. أول مرة نتعاون مع الأوقاف، وزارة الأوقاف، عندنا برنامج قادة فكر، عندنا برنامج الرواق الأزهري، بنعرض الأنشطة المخصصة في الإدارات المركزية في الوزارة اللي بتنفذها زي ملتقى توظيف مصر، عندنا مشورتي، عندنا تصدوا معنا. النهاردة في الأنشطة الترويحية وعندنا أندية المناخ في عروض موسيقى وكورال على مسرح بلازا واحد، عندنا دلوقتي في ورشة بتتنفذ لتعديل السلوك وإزاي الولد يعرف التغذية السليمة والقوام السليم، في عندنا كانت الصبح في قادة فكر، في ورش بتتنفذ موسيقى، تعليم الموسيقى والكركاتير والسيراميك، بنعرض عروض فنية على الشاشات الأولاد بتتابع من خلالها الأنشطة المتميزة زي برنامج ريحانة، زي برامج أولمبياد الطفل، ماراثون زايد، في أنشطة كتيرة ومتعددة. مشروع ريحانة هو بدأ سنة 2019، هو اسمه البرنامج القيادي لدعم وزيادة وعي الفتيات. بنتكلم فيه عن 5 محاور: القيادة النسوية، بنتكلم فيه عن ريادة الأعمال، بنتكلم فيه عن القانون، بنتكلم فيه عن الصحة، وبنتكلم عن الإتيكيت. وبعد كده حصلنا على الرعاية بتاعت السيدة الفاضلة حرم رئيس الجمهورية في سنة 2021، زودنا محاور تانية بتوجيهات معالي وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، زي الأمن السيبراني وزي العلاقات سواء كانت في الإنترنت أو يعني أوفلاين أو في التعامل العادي، وأهمية الأسرة المصرية. يعني زودنا محاور تانية كتيرة، معنا شراكات كتيرة زي مؤسسة بهية، معانا مؤسسة إنجاز مصر، معانا يعني كذا مكان وكذا جهة بيتعاونوا معانا، خاصة العاملين على البرامج الخاصة بالفتاة.